كي كي يقول كيقول لك هذا الفن البرافول. اللي كيطبق كي دابا في المغرب احنا بغينا واحد الفن محافظ وكيحترم التقاليد والعادات ديال البلاد الفن شوف مثلا ما, ما فيش مظاهر شويه مخ لكن بعض الفنانين معاكم اللي اتهموا اتهموا فنانين ديالهم اصدقاء وزملاء ديالهم في المهنه بانهم وصلت بهم الدرجه انهم يقولوا بين قوسين هذو شواد وكيمروا هذوك الشذوذ ديالهم في الانتاجات السينمائيه شوف. والفنيه المغربيه شفتي يعني كاين الناس كل, كل واحد, واحد كيشوف واحد الفن بالطريقه ديالو كيفاش كيشوفوا وراه جوستومون حيت الفن شي حاجه اللي كتحدث بالاحاسيس وكتحدث ماشي هي المنطق معادله واحد زائد واحد تساوي اثنين لا الفن هي رؤيه ديال العالم كيفاش كنتقاسموها مع الناس انا شخصيا كنشوف هاد الامور هكا واحد اخر كيشوفها بطريقه اخرى ولكن انا بالنسبه لي الفنون هي منفتحه على الجميع خلينا بلغه الخشب السيده ماشي لغه الخشب انا كنت الاولى اللي كنت ضحيه ضحيه ف... ولكن ل... كاين الجمهور كيجي تصرح ديال كفرناوم أي... واللي كانت عندك لقطات ولا مشاهد مشهد واحد مش اللي لابسه فيه المايو بحال كما كي كيلبسوا المغربيين وتعرضتي لواحد الهجمه اذا الناس كيعتبروا بان ما داكشي اللي ديريه ماشي فن ما كيحترمش التقاليد ديال البلاد ماشي هما اللي يعتبروه بعض الناس وبعد بعض القراءات ولكن الجميل هو ان القاعه كانت كتكون عامره بالبيبليك وكيجي كيتفرج وكيجيو الناس كيسلموا عليا في الشارع وكيقولوا لي شكرا وبالعكس آه الفن كما قلت لك انا ماشي بوحدي كنختزلو بالعكس انا جزء لا يتجزا من الفنانين والفنانون متعددين